وياكم سيد ميثم البناي خلنا نشوف ايش قد عدد الناس اللي قاعده تدخل. شنو افضل جهاز تعقيم عندكم؟ هذا يتشرج بواير، تضغط ضغطه واحده فقط يبتدي يكون شغال، ضغطه ثانيه يبند. المعقمات اللي فيها كحول صالحه الى الادوات، مو صالحه الى استعمال داخل البيت. الاثاث كحول بيسبب مشاكل وايد، ممكن يخرب اللون، ممكن يطير اللون. لو تجيبون لنا معقم الايطالي لتر كامل سعره دينار واحد فقط، تشتري هذا الجهاز تحصل لترين مجان. يا فيصل كيف تعالجون مشكلة بق الفراش؟ اعتقد احتاج كوب ماي، خلي بس نشرب شوية ماي. اذا في عندي انا 5 اسئلة راح اقول سؤال وراح ارد عليه. هل تنصحون رش المنزل بشكل دوري مثلا كل 6 شهور او كل سنة عن جميع الحشرات، او فقط لين نعاني منها؟ مكافحة الحشرات لازم تصير اذا انت ما عندك حشرات، انت متأخر وايد، الحشرات وصلوا بيتك، دوروا لهم مكان عاشوا فيه، توالدوا، بعدين انت اكتشفتهم، تسوي الشيء قبل لا يطلع عندك حشرات. هل نرشه بشكل دوري او هذا؟ اكيد يعني كل 4 شهور حلو ان انت تسوي سيرفس، كل 6 شهور جيد بعد، بس بعد تطول اكثر مو تمام الوضع. هذا السيم طبعا مو حاد هني، انا اقدر اسويها الطريقة مو حاد نهائيا. مجرد ازعاج للطير عن لايي ويجلس على الشلف او على الطوف او على اين كان، ينحط بهالطريقة، ينضرب بسيليكون وهو يطير في الهواء، يلاحظ ده الشيء ما يقعد هني، يشوف له مكان ثاني. يعني مو بالضرورة هو بيضيع مستقبله وحياته على اللي لازم فوق بيتي، حصل فوق اشجار، بحصل فوق تورات، بحصل فوق مباني وهكذا. لكن مضار فضلات الطيور مضارها جدا شنيع وكبير، كلكم تعرفون يعني. لكن احنا ما نضر الطيور وما نقتل الطيور. باكج حق الشقق 48 دينار سنة كاملة حق الحشرات كلها في الشقة، نميل عن الخنافس بدون رائحة طبعا، وما بيكون في تشارج اضافي مدة سنة كاملة. يوسف تقول بيجيبكم ترشون لي حق الشقة بس خايفة ما يكون في مصداقية لمدة سنة، لاني مجربة يعطوني واكلمهم ما يردون، بعض الشركات من غير ذكر اسمائهم. صحيح في بعض الشركات معتمدين على الماركتينج مالهم على انه يعطيك ضمان على اساس يصيدون الزبون، يعني يعتبرونه كماركتينج لروحهم انه شلون اجذب الزبون في الاتصال او في المكالمة، في الواقع مو جادين في ذا الموضوع. يعني انا شخصيا 16 سنة خبير في ذا المجال، ما نعطيه احنا ضمان مبني على شيء علمي، مو مجرد كلام نقوله واحنا ما نعرف وش الموضوع. بعض الشركات تستعمل مواد رخيصة جدا مخصصة للمزارع على اساس احنا نبقى مدة طويلة في السوق، على اساس يكون عندنا نفس طويل، على اساس يكون عندنا سمعة، لازم يكون عندنا مصداقية اكيد. حبيت اشكركم على خدمتكم المتميزة، كان عندي مشكلة مع الصراصير في المجاري، وبعد ما ضربت المبيد اختفوا الصراصير، وبعد نهاية الضمان 6 شهور ما كان ولا في صرصور وهالشي صدمني. مشكورة ما تقصرين امينس. الفول سيرفيس هو عبارة حماية عن الحشرات لبيته لمدة 6 شهور، دائما الناس تاخده في دي الفترة بالتحديد. طبعا الكواليتي له دور كبير جدا، طبعا احنا نتعامل مع كائنات حية وانتون نفسكم تتعاملون مع كائنات حية، ترى بيضها تكاثر، تحتاج انك انت تتعامل معها بشكل كواليتي وبشكل احترافي. ميشو كلام كبير ومفيد ومعلومات قيمة، مشكور بارك الله فيك حبيبي. نبيع حل النمل؟ اي نعم ان شاء الله قريبا باذن الله راح يكون في عندنا منتجات راح تريحكم وايد، تقلل عليكم كوست، واحنا موجودين قاعدين نحاول قدر الامكان، هدفنا ان نسهل الامور على الناس، مو كلام دعائي. هذا اللي يتعامل وياي ويعرفني بيقول لكم صحيح كلام سيد ميثم. بالنسبة إذا واحد عنده مشكلة حشرات يعاني منها، لا يظن إنه في الرشة الوحدة بيون أو بس دي السنة أنا بطلب شركة حشرات وبتنتهي المشكلة، أو ردي عندي ضمان 6 شهور بطصل فيهم مرة مرتين لين شفتي مشكلة. أوكي تمام، بس لازم السنة اللي بعدها تسوي نفس السيرفيس، والسنة اللي بعدها تسوي نفس السيرفيس، أساس توصل لمرحلة الصفر عندك مشكلة حشرات. المناطق اللي فيها إعماء كيف تؤثر على البيوت المستقرة والساكنة؟ حلو السؤال، سؤال جميل جدا جدا، في ناس ما تنتبه لهذا الموضوع.
يعني في بيوت قاعدة تقوم تنبني، أراضي قاعدة تنحفر. أنت أول شخص مستهدف في المنطقة بالنسبة للآفات والحشرات والقوارض. فجأة صار في حفر وبنيان، وكثير من الحشرات تعيش في التربة في الأرض، فصير حالة استنفار للكائنات والآفات والحشرات والقوارض الموجودة اللي كانت عايشة قبل البناء. فخاصة مثلا الفيران تبتدي تدور لها مكان فيه مأكل ومشرب ومكان ممكن يقدرون يعيشون فيه. وين؟ بيتك. الفار تشوف أأمن مكان وهدأ مكان يدخل عندك في البيت يعيش. الصيدة روعة حق الفيران. تحها هذه تثبتها بهالطريقة. انتم تحطون فول سوداني لكم مثال مثلا على هالقلم. تخيلوه الفار. الفار ينصاد في محله. عندنا طعوم على فراولة حق الفيران بدون ريحة بدون مضرة ما يضركم في وجوده. توزعون قطعة منه عبارة عن 15 قطعة. الفار يأكل منه يسبب له ضيق تنفس. وفي عندنا عارض هو عبارة عن حافظ للطعوم للفيران، يعطي إحساس للفار إنه هو اكتشف مخزن مليء بالطعوم مجانا كذي. الفار يحس بالامان ويبتدي ياكل بدون اي تردد، لان في طبيعه الفار اصلا هو يتردد وايد ما ياكل اي شيء تحط عليه. مع هذا اثنينهم مع بعض 5.5 دينار. هذا البوكس يحفظ سم الفيران عن اولادكم، لا الجهاليون يقدرون يوصلون للاكل الموجود داخل. طبعا هذا ينفتح بتشوفونه بهالطريقه، بتشوفون هني فتحه تحطونها داخل، فيدش الفار من هني ويدخل الى دي الغرفة، وتخلون هذه الفتحة ويا الجدار بهالطريقة في المخزن ورا البيت. اي الفار يحس بالامان لما يوصل لدى البوكس، يتخيل انه اكتشف ستور مليان بالطعوم والاكل، فياكل بدون اي تردد، لان الفار طبيعته يتردد. فوجود البوكس خليك تعرف تكتشف في عندك فار في البيت او لا. مجرد بطل البوكس تشوف ان الاكل مأكول منه تفهم ان في فار في البيت موجود. إضافة على ذلك بأن الجهال ما يقدرون يوصلون لهذه الطعوم الموجودة داخل البوكس. إضافة على ذلك يحمس الفار، يخليه ما يتردد، يخليه يأكل من الطعوم الموجودة في ذا البوكس. في ضيق تنفس، ضعف النظر، بيظن إنه هو بيطلع برا عشان يأخذ أكثر كمية أكسجين، لكن هو بيطلع برا ما بيفيد الأكسجين، بموت. خلال 4 أيام ل7 أيام بالكثير وينتهي. في سؤال الأخير حليو، في زباين وايد تبع استاء وتسأل ليش دائما انتون تردون على الزبون في الخاص ما تردون عليه في العام؟ في العام ما في امكانيات ان انا اقدر اتواصل الى الزبون واعطيه اللي يبيه كامل عن طريق العام. محتاج اول شيء اعرفه في الشقة لو في بيت يذكر لي في العام اذا هو كان شقة او بيت. احس انه نوع من انواع الخصوصية، ما بيتقبل انه يكشف اموره الخاصة. اي والله انا ساكن هني، اسمي فلان، ساكن في شقة مكونة من هالقد غرفة، او انا في بيت. عارفين شلون؟ لازم اعطنا رقم التلفون. شلون يعطينا رقم التلفون في العام؟ اذا اعطني اللوكيشن مال بيتك، شلون يطرش اللوكيشن في العام؟ في نصائح نعطيها اياه. كل كيس مختلف عن الكيس الاخر، يعني انت عندك شقه وجارك عنده شقه، ممكن السيرفيس اللي بصير ليه غير عن السيرفيس اللي بصير عندك انت الثاني. اثنينكم شقتين صح، بس واحد عنده نمل، واحد عنده فيران، مو مثل الشيء، ولا مثل السعر، ولا مثل الخدمه، ولا مثل التوقيت اللي بناخده في الزبون نفس ذاك. يا جماعه بعد شيء اسمه بريشر جان، هو الوحيد الموجود عندنا في البحرين، وهو تقنيه حديثه، احدث تقنيه موجوده في العالم حاليا، اعلى من مستوى الجل. طبعا البريشر جان نسميه انه هو شربت او عصير حق الصراصير، هو عباره عن مسدس يتم عنه طلقات في زوايا معينه، زوايا تواجدهم، اماكن حياتهم، فهما يشربون من هذه المادة. يسبب لهم نشاط مفرط في أول يوم يومين، يحثهم على أن يروحون للتكاثر. فلما يروحون للتكاثر يسوون عدوى بينهم وبين جميع الفئات، يعني ذكر وأنثى. يسبب لهم عقم، يعني التكاثر ما راح ينتج عنه بيض، يوقف نسل مالهم وراح يموتون. بعد أسبوع، بعد أسبوعين، في احتمال يفقس البيض القديم اللي كان موجود قبل لا احنا نروح نسوي السيرفيس، زين، او اثناء اللي رحنا فيه سيرفيس ما حد يدري، يعني في بيض جديدة نزلت، زين. فبتبتدي بعدين صراصير قدام تبدي تطلع، ها بتطلع بترد تتغذى من نفس المادة الموجودة اللي تغذون عليه، لكن احنا كبني آدم ما بنشوفه، بيختفي ده المحلول.
حلو دي حلوة. بكم سعر الشربة؟ 38 للشقة كاملة ضمان سنة كاملة. طبعا الشقة ما نقدر نسوي غرفة أو مطبخ وبس، لأن الغرفة كلها على بعضها قطعة واحدة، وصراصير وانت الصرصور كل 5 أيام تبيض بيضة، البيضة فيها من 10 ل 36 صرصور، فما يمدي تلحق على شيء، وما في ضمان إن أنا أسوي لك الغرفة وأقول لك خلاص أنت مشكلتك انتهت. لازم أسوي كفر للشقة كامل، وهو سعر ثابت يعني واحد حق الشقق 38 لهذه الخدمة، ضمان سنة كاملة وأمورك مرتاح يعني. وأنا أشوف الماركتينج قاعدين يأشرون علي، يقولون لي إن في منتج ما تكلمت عنه، وأعتقد دنين المنتجين غنيين عن التعريف يعني، فأنا بذكر عنهم. طبعاً عندنا ABF هذا للعفن الفطري، شوفت عينكم إذا يبين عندكم العفن الفطري كصورة، عندكم السينج أو عندكم الشاور يكون في السيليكون أسود، الريحة لا تطلع عليكم في المكيف وتقول يلا خلاص احنا لازم نجيب سيرفيس للاي سي. ترى الريحة هي عفن، سبب وجود عفن لان في رطوبة طبيعي، هذه حياة طبيعية يعني البيئية كذي، في رطوبة عالية جدا في المكيف خاصة في الشفرات دي اللي داخل حق فتطلع في عفونة تصير، فدي العفونة تطلع الرائحة الكريهة من المكيف. طبعا ده المنتج جدا صحي ممتاز طبيعي من غير ريحة. من فوائد ده المنتج مو فقط يقتل العفن الفطري وجراثيم العفن الفطري وفطرياته، يعني هذا يزيل روائح الحيوانات النافقة، لك شيء ميت من حيوان أو غيره وطلعت ريحة تصيد المكان تبخم منه هذا، لأن في النهاية الروائح الكريهة نتاجها فطريات. عندنا بعد فيديو شرح واضح عندنا في الحساب في الانستغرام موجود، راح نرد ننزل ان شاء الله اذا الماركتينج تقدرون تنزلون الفيديو ستوري حق العفن بخصوص المنتج هذا، وايد في تفاصيل واضحه حق الناس اللي يعني في بعض الناس عندهم حالات خاصه في البيت، صغار في السن كبار في السن، يبي يتعرف على المنتج قبل لا يشتري، ان في وايد تفاصيل تعنيه وايد موجود. العنوان يقول المواد المسرطنه والمشتبه بها لا شيء، يعني الصحه اثرها عليك كصحه زيرو، النار انه هل هو قابل للاشتعال زيرو، تفاعليه هل عنده تفاعل ويا اي مواد ترش عليها ممكن يخربها او يسوي لها مشاكل زيرو، لانه عباره عن املاح. الامونيا زيرو لا شيء، الكلور لا شيء، المركحول لا شيء. طبعا يستعمل على الخشب، يستعمل على الصباغه، يستعمل على الاثاث، يستعمل على الثياب، يستعمل على الجبس. الجلد لا توجد مخاطر معروفه في الاستخدام للجلد، ما في مخاطر. عن طريق الفم لا توجد مخاطر. تهيج العين لا توجد مخاطر. تهيج الجلد لا توجد. استنشاق التحسس يعني شيء سحري صراحة. احنا عندنا هني في الشركة لما نقول ABF نقول وراه سحري، لانه جدا شيء روعة جدا جميل يعني. لازم اولا انتون تسوون لكم حل حق مشكلة الرطوبة. وجدنا لكم شيء يساعدكم في حل مشكلة الرطوبة اللي هو هذا البوكس ساحب للرطوبة. هذا بوكس بعد طبيعي بدون مواد خطرة ولا شيء، هو عبارة عن بوكس عادي تمام. لهذا الكيس تفتح النايلون الشفاف ده تشيله وتخليه بكبرة في البوكس، تخليه هني وتغطيه بهذا البوكس تمام. المادة اللي داخل ده الكيس تمتص الرطوبة من الجو وتحولها إلى ماء داخل العلبة. انت بمجرد تخلي ذا البوكس عندك في البيت بتعرف اذا انت عندك رطوبه او ما عندك رطوبه اصلا. في اكياس تشتريها، هذا البوكس ما تخسره تستعمله على طول، الكيس ينتهي موضوعه ومفعوله تشتري كيس ثاني. الكيس سعره دينار و50 فلس. هاي بالنسبه الى الاي بي اف، طبعا امريكي هذا المنتج. احنا ليش نقول امريكي؟ امريكي لان عندهم وايد تقنيات عاليه ومتطلبه. طبعا بالنسبه للاي بي اف اسواق رويان، الافرع تبع النور، جميع الافرع تبع رويان. في سترة موجودة اسواق النور، في الزلاق موجودة اسواق النور، اعتقد في فرع بعد في الرفاع، ورويان غني عن التعريف موجود في اماكن وايد، سلمى باد وسند وشارع البديع 2 وهذين الافرع يعني. مشكورين، رحم الله والديكم، اسعدتوني بوجودكم، وشكرا على القلب اللي طلع من شوي حين. وإن شاء الله إذا عجبكم اللايف مثل ما قلت لكم واستفدتون من هالطلة البسيطة، أرجو منكم التعليق ونشر هذا الستوري إلى الجميع. وبارك الله فيكم، مشكورين على كل حال. مع السلامة، في أمان الله.